شباب تالتة سنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا امتحان 2015 دار أول، نظام قديم. بالمناسبة نظام قديم معناه اللي هم الناس اللي كان عندهم ثانوية عامة سنة تانية وسنة تالتة بيتجمعوا وبيتقسموا على الاتنين. نظام جديد معناه سنة واحدة بس اللي هي سنة تالتة. بسم الله نبدأ مع بعض. Number one, he an eye doctor when he finishes his graduate studies. هو ايه؟ طبيب عيون لما يخلص الدراسات بتاعته. This is his plan. دي الخطة بتاعته. طبعا كل الناس عارفة plan، يبقى الخطة كلمة اسمها is going to be. اللي بعديها is someone who produces books. حد بينتج الكتب. Newspapers, magazines. يا ترى lawyer ولا publisher؟ طبعا الإجابة الصح هتبقى كلمة اسمها publisher ناشر. اللي بعديها I have just not the supermarket. It was absolutely crowded and it took me ages. قبل ما بعمل اي حاجة في المعنى have يجي بعدها بي بي. مين اللي فيها بي بي؟ gone وبين وبين to. وانت خطأ. المعلومة اللي بعديها لما يكون عندي have وهيجيب gone او been لازم يكون بعدها to، اذا been خطأ. نبدأ نشوف المعنى بقى. I have just gone to the supermarket. ده انا ذهبت الى السوبر ماركت، معنى كده ان انا في السوبر ماركت، ولا انا كنت هناك ورجعت؟ كنت هناك. عرفت ازاي؟ it was crowded، ده كان مزدحم، يبقى هنختار كلمة اسمها been to. اللي بعديها I not my ambition when I became an engineer. ambition معناه طموح. one my ambition ولا got ولا made ولا achieved؟ يبقى achieved my ambition معناه حققت طموحي. اللي بعديها my brother اخي is really not about all kinds of books. ايه؟ بخصوص كل الكتب. he likes reading، بيحب القراءة. في كلمة about، يبقى نختار كلمة اسمها enthusiastic about، معناها متحمس ب. enthusiastic about، اخي متحمس ب كل انواع الكتب. such، ركز. a threat to society. اول جملة ما تلاقيها بدأ بسوء او بدأ بسطش، الفعل يسبق الفاعل. تعال نبص على الاختيارات. are you فعل سبق الفاعل، do you الفعل سبق الفاعل، where you الفعل سبق الفاعل، isn't she استبعدناها. المعنى بقى مش هقرا جملة such a threat to society، are you ولا do you ولا where you، لا انا هبدأ الجملة بالفعل. يا ترى you are a threat to society ولا you do a threat to society ولا you were a threat to society؟ threat معناها تهديد، أنت تكون تهديد على المجتمع، وهنا you were a threat to society، أنت كنت تهديد على المجتمع. هنا مفيش حاجة اسمها you do. نشوف المعنى والزمن. I have no choice. have هنا مضارع، إذا نختار مضارع يبقى نختار كلمة اسمها are you. فهمناها كده؟ يبقى such وسو بدأن الجملة، الفعل يسبق الفعل. ما بترجمش كلمة such، بمسك الفعل واجيب الفعل اللي بعديه وترجم. you are a threat، انت تهديد على المجتمع. اللي بعديها it's not to drive carelessly especially in towns and cities. it's يا ترى responsible ولا reasonable ولا irresponsible؟ طبعا الإجابة الصح irresponsible، حاجة تصرف غير مسؤول انك تسوق بإهمال في المدن. number 8 نهى فوند مي، نهى اتصلت بيا while the dinner والعشاء. ايه؟ اولا الجملة فوند في زمن الماضي، يبقى نختار لها ماضي. was ماضي وcooked ماضي، was being cooked ماضي. cook سيد تطلع بره. تعال تشوف dinner وcook، العشاء يطبخ ولا يطبخ؟ يطبخ. يبقى مبني المجهول. طب اي مبني المجهول؟ verb be والبي بي. يبقى أسكم خطأ وكوكت خطأ، فنختار was being cooked. امتحان ثانوية عامة. اللي بعديها number 9 people in space، الناس في الفضاء، are almost تقريبا weightless. يعني كلمة weightless يعني عديمي الوزن، يعني مش بيمشوا على رجلهم هناك. it must be very difficult to stand still out there، صعب ان هم يكونوا ساكنين او ثابتين هناك. number 10 احمد promised، ركز. promised في زمن مين؟ الماضي، يبقى المفروض تاخد ماضي الا لو في مفاجآت في اخر الجمله. that he not me as soon as the plane lands. ده الاصل بقى. lands ده مضارع،
يبقى نختار مضارع أو مستقبل. تختار إيه بقى؟ أحمد promised that he not me as soon as the plane lands. as soon as جه بعديها المضارع، إذن هيكون قبليها المستقبل. فين المستقبل هنا؟ يبقى will فون. في جمل كانت بتيجي يقول لك landed ed، ساعتها تختار would فون. طب ليه ما أخدتش phones؟ لأن as soon as robbed بعديه مضارع قبليه مستقبل. اللي بعديها I have worked very hard this year. أنا اشتغلت بجد السنة دي. So I'm hoping for not at work. أنا عايز إيه في الشغل بتاعي؟ Promotion. يعني كلمة promotion ترقية، عايز اترقى. اللي بعديها طبعا permission ما تنفعش، و persuasion ما تنفعش، و prescription ما تنفعش. Number 12. The house had just been decorated. البيت اتزخرف واتزين. So we not anything before we moved in. اولا عندي كلمه before جه بعدها moved، يبقى هي ماضي، يبقى احنا نختار ماضي. فين الماضي؟ كلهم ماضي. طيب انت عايز اثبات ولا نفي؟ ده طريقه. البيت الزخرف، عشان كده احنا محتاجين نعمل حاجه قبل ما ننقل هناك، ولا مش محتاجين؟ مش محتاجين. يبقى طلع had to وطلع must have. تعال شوف المعنى. didn't need to ولا needn't have done؟ طيب احنا عارفين ان هو متزين ومتزخرف وزي الفل، هنعمل حاجة ولا مش هنعمل؟ مش هنعمل. طب مين اللي بتيجي بقى؟ يبقى كلمة اسمها needn't او didn't need to. اسمها ايه؟ didn't need to. لما خدناش needn't have done، needn't have done دي باخدها لما اكون انا ما عنديش معلومة بان الحاجة دي حصلت، فبعملها عن جهل. انما هنا بيقول لي البيت اتزخرف، عندي المعلومة؟ أيوة، يبقى أنا مش محتاج، اللي هي didn't need to do، عشان كده ما عملتش. 13. Not is the force produced when two things push against each other. لما في حاجتين بيحتكوا ببعض بيطلع لك إيه؟ energy. يعني كلمة energy طاقة. اللي بعديها number 14. She started not experiments. على تاني اعدادي هي بدأت تعمل experiments. experiments تجي معاها كلمة اسمها do experiments. اللي بعديها the secretary، السكرتير lay not all night، قعد ايه طول الليل thinking about، بيفكر في whether to leave or stay، يا ترى يمشي ولا يبقى. طبعا بيفكر يبقى asleep ولا long ولا ahead ولا awake. طبعا الإجابة الصح هتبقى كلمة اسمها awake. اللي بعديها she asked him، هي سألته what he had been doing، هو كان بيعمل ايه. not he left school، منذ ان ترك المدرسة. فين كلمة منذ؟ اللي هي كلمة اسمها since. انا عايز اتأكد من كلامي، since اهي قبليها زمن تام بعديها ماضي بسيط. ليه جبنا had مش have؟ لان since كان بيجي قبليها have او has، لان اصل الزمن الماضي الجملة متغيرة في الزمن بتاعها. 17. We stayed by our grandfather's side. قعدنا جنب جدي. not his long illness، طوال مرضيه الطويل. يعني كلمة طوال؟ هو ده امتحان ثانوية عامة. through خطأ وهول، يبقى نختار كلمة اسمها throughout. 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 اللي بعديها I'm a not father is a well known writer is my best friend at school. أمل، حط صباعك على النقط. أمل وفاذر إيه العلاقة بينهم؟ أمل اللي باباها، يبقى نختار كلمة اسمها هوز فاذر. يبقى أمل اللي باباها كاتب معروف، ماله is my best friend. اللي بعديها 19. I don't believe that، أنا مش مصدق إني human beings البشر are naturally طبيعة إيه؟ greed ولا worm ولا evil ولا greedly. طبعا natural ال y ظرف محتاج صفة، فين الصفة اللي فيهم؟ يبقى كلمة اسمها evil. اللي بعديها not team has received its new uniforms. طبعا عندك كلمة team مفرد، تاخد مفرد، يبقى قول team، لا كتبها قول teams، مش كده؟ طيب بوث تجي مع الجمع برضو، يبقى بوث تيمز، اذا قول بوث خطأ، فنختار اما ايتش اما ايذر.
طبعا عندي هنا كلمة either معناها واحد من الاثنين، و each معناها أي فريق، يبقى each team has received its new uniforms. If plastic and rubber are burnt, لو البلاستيك والمطاط اتحرقوا, they will give off. Give off معناها يعطي رائحة بتيجي مع الغازات ومع الروائح, يبقى give off poisonous gases, غازات سامة. 22. What happened, ايه اللي حصل, when the recipes, لما الوصفات بتاعت الأكلات not presented, يا ترى were being ولا have been ولا are ولا will be. طبعا what happened الجملة في زمن مين؟ الماضي, وانا مغمض بختار لها ماضي, يبقى نختار كلمة اسمها were being presented, ايه اللي حصل لما الوصفات كانت بتتقدم. don't interfere, ما تتدخلش in what doesn't not you, في اللي ما يشغلكش, في اللي ما يهمكش, في اللي ما يخصكش, يبقى كلمة اسمها concern. اللي بعديها, please have the doctor not that report, من فضلك خلي الدكتور ايه هذا التقرير, يبقى كلمة اسمها sign. sign معناها يوقع, اللي هي الوحدة التاسعة, have وبعد كده مفعول, وبعد كده لو كانت مبنية المجهول كانت تبقى بي بي, انما هنا بقول له خلي الدكتور يوقع, الدكتور هو اللي يوقع, فبتجيب الفعل في المصدر بس, يبقى sign. طب لو شد have دي وخليناها get, يعني please get the doctor, ساعتها تقول to sign. اللي بعديها, by law, قانونا, you are obliged, انت ملزم, to not smoke alarms, ان انت تحط انذار حريق in the factory, في المصنع, يبقى كلمة اسمها install معناها يركب او يثبت. اللي بعديها, the Wilsons have three children, عائلة ويلسون عندهم ثلاث اطفال. خلي بالك علامات الترقيم دي مهمة جدا, كوما دي معناها انه بيبدأ جملة جديدة مش بيربط الجمل ببعضها, يبقى ما انتش محتاج ضمير, يبقى both of whom, اولا عنده three children, كلمة both خطأ, A و B خطأ, التم فهم both, فنبدأ نقول يا ترى all of whom ولا all of them. قال لي الكومة دي معناه ان دي جملة ودي جملة, فمش هنختار all of whom, هنختار all of them, كلهم. دي مهمة جدا, يبقى الكومة دي خلتني ان انا اختار حاجة ما فيهاش ضمير ربط. اللي بعديها, the wheels, العجلات, were not in the mud, كانت بتلف في الوحل. يعني كلمة يلف بس بيجيش بعدها مفعول, كلمة اسمها spinning معناها يلف, انما كلمة orbit معناها يدور حول, لازم يجي بعدها مفعول. when she suggested, لما هي اقترحت, not over the weekend, في نهاية الاسبوع, I was so angry, أنا كنت غاضب, that I threatened to quit, لدرجة إن أنا هددت إن أنا أمشي. أولا لما هي اقترحت عليا, يبقى suggested me, اقترحت عليا بقى أن أعمل, قال لي لما يكون عندي فعل جاي بعديه مفعول, الفعل يكون في المصدر, اللي هي كلمة اسمها مين, me work, يبقى when she suggested me work. مثال مشهور قوي, he made me, هو جعلني work, اعمل. the teacher, المعلم, made, جعل احمد work ولا works, work. ليه بقى ما حطتش اس ليه؟ قال لان اللي قبليها me او احمد, لو انت شلته هيبقى هو ضمير مفعول, وضمير المفعول الفعل ما بيتاثرش فيه, يعني بيجي الفعل في المصدر, بيسموه في الانجليش مكمل للمعنى. هي اقترحت ان انا ايه, اعمل, فعل زي ما هو مش اي اضافات. اللي بعديها, all airlines are required to give their staff, كل خطوط الجويه مطلوب منها ان هي تدي للعمال اللي عندها some not some training, بعض التدريبات, in first aid, في الاسعافات الاوليه. 30, اخر جمله, when منير arrived, لما منير وصل, he soon, هو قريبا, not at all his jokes, على النكت بتاعته,
جملة أولا في زمن الماضي، كلهم ماضي، هاد 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 هاد. طيب هو خلى الناس كلها تضحك، يعني كلمة خلى اللي هي هاف أو جيت أو ميك اللي موجود هنا مين؟ هاد. طيب هيجي بعديها مين؟ هيجي بعديها المفعول، يبقى هاد everyone. طيب بعد كده نجيب مين؟ قال لي نجيب ing. فين هنا اللي موجودة في ing؟ يبقى هاد everyone laughing at his jokes. تعال نفهم الجملة على المهل عشان الناس ما تستصعبهاش. هاد everyone laughs دي غلط، لو كانت لاف بس كنا خدناها فدي خطأ. هاد لافت ايفرون مفيش كده، المفروض تبقى هاد والمفعول وبعد كده الفعل فدي خطأ، وهاد لافينج برضو المفروض هاد والمفعول وبعد كده الفعل. فنبدأ نحتار بين A وبين B. بيقول لما منير وصل هو جعل كل الناس تضحك على النكت بتاعته، جعل اللي هي هاد كل الناس اللي هي ايفرون تضحك، اما بقى لاف اما لافينج. انما هو جايبها لي كلمة لافس فدي خطأ، لو كانت مصدر كنا خدناها، يبقى نختار كلمة اسمها مين؟ laughing. قبل ما اخلص هنخلص من الموضوع بتاع هاف السببية دي. قال لي لما يكون عندي مبني للمجهول بجيب بي بي، مثلا I had the car mended، انا خليت العربية اتصلحت. وبرضو I got the car mended، المفعول اللي جه بعد هاد وبعد got ده ما يقدرش يعمل الحاجة، يبقى جيب بي بي mended. انما انا خليت الميكانيكي يصلح العربيه، يبقى I had the mechanic mend the car. يبقى المفعول الاول ميكانيك هو اللي يعمل الحاجه، يبقى mend فعل في المصدر. طيب لو كان get، لا كنت اجيب to والمصدر. مثال I got the mechanic to mend the car. يبقى هنا في اتنين مفعول، لو have يبقى مصدر، لو جيت يبقى طول مصدر. طب لما يكون مفعول واحد بس، لو المفعول الواحد بس ده كان مبني للمجهول زي مثلا I had my car mended، لان العربية مش تصلح نفسها، يبقى بي بي. طيب لو كان بقى المفعول ده هو اللي هيعمل الحاجة، زي مثلا انا خليت فلان يضحك على النكت، يبقى I had my friend، تنفع laugh وتنفع laughing. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.